السلام عليكم، بونجور بونسوار على الزوف الاول. دونك ولينا معكم. شفت واحد الحدث زعما على السيس غماتي راه يجيب قوانين من راسه. قلت لكم حنايا تلمون نصوم، يعني عندنا لا ليبرتي نهضروا على اي واحد، ما راناش مقيدين. اوكي، حتى واحد ما يقيد فينا، نضربوا في اي واحد، نشكروا اي واحد، نسوتنيو اي واحد، ما عندناش ضغوطات. اوكي، ممكن نأيدوا الرئيس، نسبوه، الجنرالات، اي واحد، ما عندناش شكون يعطينا الاوامر. بصح الحاجه اللي تمشي في فائده البلاد نسوتنيوها. نقول لكم مثلا الحلول الجيدة باش تخرج إلى بر الأمان. ما نقول لكمش باللي الحراك دائما ماشي مليح، نقول لكم باللي هناك دي ليميت. الناس كي تخرج دوموندي ولا عندها دي ريفونديكاسيون، ولا الطلبة مثلا، واحد طالب يروح يطلب العلم، يروح يقرأ، نعطيولو كاع لي كونديسيون نيسيسير باش باش يديفلوبي روحو. تلقاه دائما في الشارع، يحبو وين ما كاش القرايه يروح. فهمت؟ انا جست انايا من المرحله هذه. لو كان نولي نعاود ليستوار من دارو جديد، جامي نخرج كي نكون ايتوديون، ولا لي شونس اللي راحوا لي مثلا من الثانويه الى الجامعه، je vais essayer d'éviter هذوك لي شونس. سي دي شوز طاحوا في موقف ما نقدرش نبدلو انايا. ميم كي كنت في تيزي وزو ايتو، لو كان كاين البويكوت في تيزي وزو، انا نروح نخرج نقرا في بومرداس، ولا نقرا في الجي، ولا في مكان وين يكون عندي عائله، نروح نقرا تما، لان راحوا لي بزاف بزاف لي شونس. الناس في العاصمة بومرداس وكاع الولايات جابوا لا ليسونس، وانا مازالني بريميراني دائما. لي غريف، الباك منا، هادي وهادي، والبويكوت توجور. هادوك الناس الاخرين جازوا علينا تروازون، عندهم تروازون ولا كاترون علينا. دونك هاد لابيتيز هادي ماشي حنا اللي بغيناها، فرصوها علينا. دونك هذا سيجي واحد اخر، لان دائما كي نشوف طلبه في الشارع يغضني الحال. كي نشوف واحد سياسي يدوموندي مثلا، يقول لك التلاميذ والممدرسين والثانويه والجامعه، يقول لهم خرجوا للشارع، اي واحد اي سياسي نطيح عليه. علاه؟ لان جست عليا انايا، مازال عندي العقده هذه. دونك اتونسيون، ما تتبعوش اي واحد. سي فري كاين الهول هذاك، واش ضمت وما كاش القرايه والجامعه وسمت. ايه، على بالنا كاع بلي كاين مشاكل في الجامعه، شكون اللي ما على بالوش؟ الجامعه الجزائريه، الماكله، لي كونديسيون، لي شومبر، واش من ماكله واش مش مش من حاله. مي سي با دو سات فاسون، سي با دو سات فاسون. كاين اشياء كثيره ممكن ديروها، مي ما تكسروا، ما تخرجوا، ما والك. اليوم وليتوا وسيله فقط، لان العدد تاعكم كبير، وليتوا وسيله يستعملوا فيكم كما استعملوا بزاف الناس قبلنا، كما استعملونا حنايا، كما استعملوا اي واحد. دونك الواحد اللي يكمل مثلا يقول كان يا جي با روغريتي، انا جي روغريتي هذوك السنين هذوك. دونك ولاتني عقده كي نشوف هكذا وناس نورمالمون يروحوا يقراو يديفلوبي ويديروا. الناس الاخرين داو كي كنا حنا في البويكوت، هما داو ولادهم لتونس الى فرنسا، خرجوهم كاع من تيزي وزو، وحنايا حصلنا دي غريف لي غريف لي غريف. المهم هذا ستان سوجي واحد اخر. اليوم نوليو الى مسيو زغماتي. حقيقه انا اليوم
يعني حان الاوان باللي زغمتي هذا يروح. نطلب من سيادة الرئيس انك تنحي هذا زغمتي هذا، لان زغمتي اليوم ولا الشوكة. ما تقدرش انت تافونسي تقول باللي انايا بغيت نبدل الحكومة باش من باش الشعب ما يكونش غاضب، ومن طورك تخلي وزراء داخل الحكومة اللي هما اللي يأثروا في الشعب. انت اليوم يا سيد الرئيس نورمالمون تخرج قوانين جدد، نورمالمون تعطي أوامر باش الشعب هذا يأمنك اللي انتخب عليك، ولا ماشي انت اليوم انت رئيس كل الجمهورية. ما تهدرش باللي هناك أناس اللي فوطوا عليك ولا أناس ما فوطوش عليك. القبعة هذه كتاع الناس اللي فوطوا عليك نحيها. دوك انتايا شوف البرنامج تاعك اللي عندك أول مرة، صافي انت هناك مؤيدين تاع البرنامج تاعك، ومام طول شوف هذوك الناس اللي ما جبتهمش معاك في الانتخابات راحوا مع مترشحين واحد اخرين. لازم تشوف علاه راحوا مع هذوك المترشحين، لان اليوم ما كاش فراق. من البروبلم سيكو راك خليت واحد المينيستر من العصابة القديمة، ممسي خدم، مي راه يوصل واحد الوقت وش راه يخدم ليس في صالح الدولة. ما على باليش اسكو هناك اشياء اللي خليت زغماتي يقعد، ما على باليش اسكو هناك مشاكل باللي زغماتي على بالو عليك، ما على باليش اسكو زغماتي هناك شكون اللي فرضو باش يقعد. اخويا نحي جدو، اوكي هناك الالاف والالاف تاع الناس اللي يقدروا يديروا المهمة تاعهم. ولكن انا ما رانيش نهدر من ناحية العواطف باللي كانت واحد المرأة راهي تبكي باللي بنها داوه ولا دوك. نشوفوا باللي هناك العديد تاع الناس دخلوا للسجن مثلا، دوك نعاودوا كاع ندرسوا القضايا تاعهم فيما يخص هذو الناس اللي يقولك باللي الآراء الآراء الآراء. ولكن اليوم زغماتي هذا مثلا يجيب لك قانون جديد، الدولة راهي تتخبط، يجيب لك زعما قانون جديد على الجنسية مثلا للناس اللي موجودين في ليترونجي. اوكي هناك البعض اللي استعملوا هذه تاع الجنسية يفهموه للناس، لان انا قلت لكم الانسان ما يفهمش حاجة يروح يسمع الواحد يعاود له شنو قل لي واش راه يهدر هذا زغماتي هذا، يفهم له كيما اليوم راه نقز او يفهم هذا تاع الجنسية، ومن بعد يخرج من هذاك الصميم، يخرج من هذاك الموضوع. دوك هذا قانون، قانون بما ان زغماتي وزير داخل في السلطة التنفيذية يبروبوزي قانون يرميه للسينا ويرميه للبرلمان يديسكوتيوه يفوتيوه ولا اي حاجة. ولكن هناك نقول لك واحد ثلاثة تاع لي بروبليم. ثم انا قلت لك السينا او جاي الوقت وين لازم يروح، لان عاود تقسيم الاداري للولايات. دونك عندك ولايات جديده وعندك بلديات جديده، صافي دير او عندك تقسيم اداري جديد. دونك لازم ينبثق السينا جديد. عندك البرلمان اليوم خلاص كي خرجت رصاصه باللي قلت البرلمان هذا خلصت المهمه تاعو، واش يدير لاجوندا، عنده لي زاجوندا، عنده كاع واش راه يدرس مثلا قديم قبل لادات هذه اللي عطيت له نتايا. قلت انا نبدلو دون 48 ساعه ولا ما على باليش اسكو بدلته ولا مازال. انت واش دير؟ ما تبروبوزيش قوانين جديده لهذا البرلمان. لماذا يروح زغماتي يخرج لي قانون جديد على برلمان اللي راه رايح؟ لماذا الوزراء دوك الوزراء واش يقدموا؟ يروحوا يقدموا الحصيله تاعهم وهما يقدموا الحصيله واش داروا؟ هذا ما كان
دونك لي باساسيون دو كونسيني تو هذا ما كان، ما لازمش يديروا قوانين جدد. هذا الدوزيام بروبليم. لو تروازيام بروبليم سيكو هذا ما على باليش اسكو يا سيدي الرئيس الوزير قبل ما يقترح حاجه. دونك مازال ما وصلناش الى المرتبه وين السلطه التنفيذيه تبروبوزي قوانين، ما نكذبش عليك. اوكي، السلطه التشريعيه هي اللي تبروبوزي وتفوطي وتعاود وتتنحي تعطي للرئاسه. دونك نقدروا نخلقوا هذا تاع الفيتويتو، مي بول مومو السلطه التشريعيه هي اللي دير القوانين، ماشي فقط تابروفي قوانين خارجه من لا بريزيدونس. اوكي، حنايا ماذا بينا بغينا نقولوا باللي لازم تكون سلطه مستقله تشريعيه هي اللي تخرج القوانين، ماشي مسيو زعماتي بروبوزي حاجه يرميه. دونك هذه في كما نقولوا هذه الدول المتطوره كما نقولوا العالم الثالث اللي بغات تطور شويه، مازال زعما تكري قانون من التنفيذي يرميه الى التشريعي باش يفوطي عليه. يخدموه هنا في امريكا نفس الشيء، ولكن القوانين الصلاحيه هي السلطه التشريعيه عندها قوانين باش تكري قوانين. واش دير السلطه القضائيه ولا اليوم عندنا محكمه دستوريه تشوف اسكو القوانين هذو، تشوف القوانين هذو اسكو راهم داخلين في الدستور الجزائري ولا في القوانين العضويه. ممكن هو يكري حاجه واحد ديبوتي يروح يقعد هكذا يكتب يخلق قانون يديه للجنه، اللجنه تنتخب عليه يحطوه في لاجوندا ومن بعد ينتخبوا عليه كاع لي ديبوتي، ومن بعد هذاك سواء السينا ولا المحكمه الدستوريه ولا السلطه القضائيه يشوفوا بلي هذاك القانون يخرج من القانون المحيط القضائي. دونك ثم يدخلوا يقولوا لهم بلي اتونسيون درت غلطه هنايا دونك لازم تسقم هذا. هاي اللي كيفاه يديروا التنسيق بين السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. بصح اليوم عندنا واحد السلطة هي السلطة التنفيذية هي اللي تدير كلش، تحطو على السلطة التشريعية تفوطي خلاص جاز. دونك أو عندنا برلمان رايح للدار، عندنا برلمان رايح للدار وانت تروح تزيد له قوانين جديدة ينتخب عليها، وحنا رانا قلنا لكم بلي هذه السلطة هذه خلاص عندها كما نقولوا تاريخ الانتهاء تاعها، ما نبغوش يعني اي قانون جديد هكذا للدوله الجديده ينبثق من هذه من هذا البرلمان. الحمد لله. دونك ما لازمش هذه تكون غلطه لان البرلمان رايح وانت تزيد له قوانين جديده، بعد واش يقولوا لك؟ يقول لك هذا القانون كي يجي برلمان جديد دائما يقول لك هذا القانون تاع العصابه، هذا القانون تاع الشكاره، هذا القانون. ماذا بينا البرلمان الجديد اللي يجي هو اللي بروبوزي هذا القانون مثلا هذا القانون ولا قوانين واحده اخرى. ولكن المشكله اللي عنده القانون هذا انت تروح تلعبها وطني وطني والمنجليتو تقول اي واحد اللي راه في الخارج عميل هكذا، مازال ما شفناش انا فقط واش سمعت لي فيديو راهم يهضروا على القانون هذا، مازال ما شفتوش مكتوب. دونك راني كيما نقولوا راني في الهواء فقط، واش فهمت؟ كي نشوفو مكتوب ثم نفهم المقصود تاعو. ولكن اليوم انا كي شفت فقط هذا العنوان هذا وشفت الناس يهضروا وعلى بالي زغماتي لا بونسي تاعو خلاص درت لا ديسيجن باش ندير لا فيديو. انت تشوف خباثه عمالة هما في ليترونجي
يخدموا مع منظمات لصالح أجهزة معينة، لصالح منظمات معينة، ولا لصالح الإرهاب تو. دونك انت واش تقول في راسك انت بلي اي واحد يدير حاجة في الاترونجي ليست لصالح الدولة نحيلو لا ناسيوناليتي تاعو؟ دونك انت اليوم من غرض الوطنية شغلت انت وطني لمنجليتو، خممت بلي هذوك الناس دك ممكن انا نسيتيهم، نقول لك شكون اللي راه يخدم مع هذا مع هذا، دك باينين. هذا انت يا شديت واحد ولا عشرة ولا عشرين اللي راهم يخدموا مع اجهزة ولا يخدموا ضد البلاد، وبغيت دير قانون، قانون كبير هكذا باش يكون هذا القانون مفتوح لكي يستعمل يولي إلاستيك، يمكن يستعمل لجميع الناس اللي راهم في الاترونجي، كيولي قانون. او عندك شحال من مليون في الاترونجي، اي واحد يصب في هذيك الخانه هذيك ممكن تنحيلو لا ناسيوناليتي تاعو. هكذا تخمم تاعي. شوف يا سي سغماتي، علاه اليوم خلاص لازم ينحيك الرئيس؟ انت اليوم راك تمشي في راك تساعد وناس برا في ليتروجي عندهم ان بروجي، عندهم مشروع تقسيم الجزائر، عندهم مشروع تقسيم الجزائر. هذا المشروع هذا علاه حبس؟ دوك نقولك علاه حبس. مشروع تقسيم الجزائر حبس لان الجزائر هذوك الناس اللي بغاو يقسموا البلاد ام يستعملوا دي بيون مازال عندهم لا ناسيوناليتي الجيريان، عاد مازال عندهم شويه حب للوطن، ميم سيكون تاع الماك قبيلي ولا اي واحد، بصح مازال عنده باسبور تاع الجزائر، يهبط يشوف ولادو يشوف مرتو يشوف لا فامي تاعو يشوف يماه بباسبور جزائري هكذا. ميم سي تاع الماك خذا منهاج معين في فرنسا، مي كي يوصل الصيف يروح يهبط للبلاد يدير شغالو نورمال في المنطقة تاعو، ممكن يمشي بعالم الماك هذاك شغلو. ولكن اليوم هذوك الناس هذوك في ليترونجي كي يروحوا يدومونديو مثلا يجريويتو، يروحوا للأمم المتحدة يقولوا لهم بلي مازال الجزائر حكماتكم بالباسبور جميع حبساتك ايتو، تتروح من الايروبور ايتو ما كاش اي مشكلة هكذا. دوك انت اليوم تعطي له لا شونس، لو كان يزيد يتطرف شوية انت تنحيلو لا ناسيوناليتي تاعو، صافي لو دوسي تاعو مليح اليوم راه واجد باش يولي هو باش يخلق باسبور لروحو، باش يخلق جنسية لروحو. هذا فقط واحد ستيند جروب ام يجريو في العالم حتى واحد ما قبل الدوسي تاعهم. لماذا؟ لان الجزائر مازال حكمتهم بلا ناسيوناليتي هذه هكذا. هو ما بغاش يخليها اليوم. فرحة مهني في 2009 مثلوا الباسبور الجزائري بصح مازالوا جزائري بغار ولا كراه، مازال ما دارش لي ديمارش باش يتخلى على الجنسيه الجزائريه. دونك يتخلى عليها ولا انت تفورسيه باش يتخلى عليها برسك سيني مام ديمارش. اليوم عنده باسبور لاجئ فرنسي هكذا، بصح كي يروح دائما اي بلاصه اليوم مازالو في القائمه كوم الجيريان. هذوك كاع الناس اللي يتبعوا فيه دائما راهم الجيريان. اليوم انت تشوفوا بلي راح الصهيون او يجتمعوا مع اليهود تقول نحي لهم كاع الناسيوناليتي، انت تعطي له اليوم لا شونس بلي هو يولي يروح يدوموندي ناسيوناليتي واحده اخرى.
انت اللي نحيتو من لا ناسيوناليتي تاعو. فرحات مهني مازالو عنده لا ناسيوناليتي الجزائريه. هكذا بين 2009 و 2012 ما عندوش اي باسبور، لان نورمالمون يروح للفلبين باش ياخذ هناك سيليبراسيون، كان انفيتي ما راحش لتما، حتى وين خرج له هذا الباسبور هذا فرنسي. هو كان ذكي كي مات له باسبور جزائري ما عاودش باسبور واحد اخر. من بعد يقول لك انايا ما نقدرش نعاود باسبور، هو لا با دوموندي، بصح مازالو في القائمه الجزائري. دونك وين وصلنا اليوم؟ مثلا انت تخمم بلي تقول لا لا، الناس فقط اللي يخدموا مع الارهاب اللي يخدموا مع هذا. عندنا واحد 4 ملايين في ليترونجي ولا 3 ملايين في ليترونجي حراقه، اوكي ابي بري عايشين ابي بري، سواء لا ريزيدونس ولا كارت يعاودها كل سنه ولا اي، المهم ابي بري. دونك هذو 3 ملايين هذو كي يروحوا يدمونديو ناسيوناليتي ناسيوناليتي باسبوريتو، يقول لهم لا لا عندك ناسيوناليتي الجيريان قاعد بها. دونك هذو 3 ملايين هذو يولي وسيله تقدر تجندها اي واحد، يقدر يجند 3 ملايين هذو يوليو لو فات كو يديروا اجتماعات معاهم، يديروا مع هذا يروح مع رشاد، يروح مع دهينة، يروح مع هذا. انت اللي تعطيه لا شونس باسكو انت على بالك بلي تنحي له الناسيوناليتي. هو واش يدير؟ يقول لك انا بيسك رحت لي ناسيوناليتي دوموندي ناسيوناليتي اوروبيان. انت تجند هذو 3 ملايين هذو لي 3 مليون هذو يكونوا عرضه لاي واحد ممكن يستعملوهم. دونك لان نتايا في القانون الجديد هذا اي واحد يروح مع العدو تاعك، اي واحد يدير لي مارش كونتر السيستم، اي واحد تدخلو في المركز هذاك المرتبه هذاك باللي هذا خاين البلاد او يدمر لك البلاد، يدو تنحيلو لا ناسيوناليتي. هو يبريفير لا ناسيوناليتي فرونسيس كو الجيريان. دونك اليوم الى عندك 1000 اللي راهم يجريو ضد الجزائر مخلصين ولا اي حاجه، غدوه يكون عندك 3 مليون يجريو ضد الجزائر، لان عندهم فايده. الفايده فيها وين؟ ماشي في الدراهم. الفايده كي تشوفو انت في التلفزيون وتنحيلو لا ناسيوناليتي، هو يفرح يروح يدي الكادر هذاك، خلاص ما عندوش اي ناسيوناليتي ما يقدرش يولي للبلاد. حراق مثلا اليوم يحكموه او عنده وين يرميوه، يقول له 3 ملايين هادو غدوة نرجعكم للبلاد. اليوم انت بغيت تنحيلو لا ناسيوناليتي، دونك هو عنده لا شونس كبيره كي يخرج هكذا في لي مارش، كي يسب الرايس، كي يسب المخابرات تو، لانه عنده لا شونس يجيب الباسبور الفرنسي ما يجريش على دراهم تاع رشاد. دونك اللي راهم يجريو على دراهم فقط ولا على لي بوست، لان الناس هذو اللي مثلا كانوا في البلاد يشدوا تصاور بلي حكموهم ميتو، كي يخرج لوروب يروح مع دهينه، يروح مع زيتوت، يروح مع مسلي، يعرفوا يكتبوا كاع لي ليتر هذوك تاع يونايتد نيشنز، يعاونوهم ياخذوا اللجوء. هما واش يديروا؟ يحكموه باللجوء هذا، يقول له بيسك انا جبت لك اللجوء 25 بريان اللي يديروه، كل واحد مثلا يجيبوا له لي ليتر هذوك تاع ليتر دو ريكومونديشن، اوكي يجيبوا هذوك لي ليتر دو ريكومونداسيون 25 واحد، يتبعوا الدوسي يعطيوه مثلا الامم المتحده، يعطيوا له اللجوء. هما واش يقولوا له؟ بيسك انا جبت لك اللجوء تخدم معايا. شو تولي كلب تنبح على السيستم هذا حتى وين يطيح. اي واحد داخل في البرنامج هذا تاعهم، غدوه نتايا خرجت هنايا بقانون جديد، اي واحد يكون ضد الدوله الجزائريه تنحيلو لا ناسيوناليتي تاعو. معليش واحد مسكين راه
تمرمد في ليترونجي يقول كان نروح دائما نخرج درابو من المايك ولا رشاد ولا الإرهاب يعطي ينحوني مثلا ينحوه من القائمة تاع الجزائر صافي ديرك هو ما عندوش يقولوا له ستيتلس ما عندوش أي بلد صافي أي واحد يديه اليوم يروح لبلجيك يروح لإنجلترا يروح يقول كان ما عنديش أنا باسبور ما عنديش سيتيزنشيب ما عنديش جنسية يدي الورقة هذاك باللي مسيو زغماتين حالو الجنسية أي بلد يدخل ليه يعطيه له الجنسية باش ياخذ باسبور يفواياجيتو هايليك وين وصلت انت تخمم باللي بالمواطنية تاعك باللي لازم نحي الجنسية لبعض الناس باللي راهم ايه واحد كيما زيطود علاه قعدت حتى اليوم باش يقول لك مازالني انا جزائري جزائري يهضر على جيشنا بلادنا منا وهو ما عندوش اي علاقه في بلاد هذه دونك واش دير له نتايا ما توصلش حتى اليوم لان قانون الجنسيه هذا ماشي فقط اليوم اللي كاين هناك قانون الجنسيه وين تقدر تنحي الجنسيه الواحد البريزيدون يقدر ينحي الجنسيه لاي واحد هكذا لان ما عندناش ان سيستم انا كيما قلت لكم صافي طري لونطون لو كان كريو المينيستير اللي يخدم على التاشيرات والجنسيات ايتو هو اللي يحكم كاع هذا الدومين هذا ما تخرجش انت دير لي قانون يتبع وزاره الداخليه ولا يتبع وزاره العدل يكون مينيستير يدير كاع هذا تاع الجنسيه والامن القومي تو دونك البروبليم تاعك يا سي زوماتي تشد باللي انت وطني شفت باللي هناك هجومات من بعض الخوانة انت روح كريت قانون هذا القانون هذا ممكن يصبح وسيلة اي واحد ممكن يتجند في هذا الغرض هذا الارهابي هذا اللي موجود في سوريا مثلا ارهابي موجود في سوريا هو جزائري تنحيلو لا ناسيوناليتي تاعو خلاص ما يقدرش يدخل الى بلدك على بالي بلي ارهابي وخذ الباسبور الجزائري وخرج لتركيا من تركيا راح ومن بعد انت واش تقول خلاص نحيها انايا من دوسي الجزائري هذا الارهابي هذا الحل الواحد باش يولي للعائله تاعو باش يولي لبلادو باش ممكن يتوب ممكن اي حاجه تصرا في الدنيا لازم يقلب لك البلاد باش يدخل لازم يحط لك في القيادة وناس تاعو باش يقدر يدخل البلاد اي واحد دونك انت راك تعطي القنبلة للواحد باش يرميها لك هليك هذا القانون هذا ما يساعدكش ممسي هو الفايدة تاعو تجيب بزاف فايدة واش الفايدة تاعك يتنحيلو واحد مثلا ناسيوناليتي تاعو واش من الفايدة دائما يدير المشاكل هذوك لو بروبليم سيكو كاين شي ناس اليوم حكمتهم بالباسبور هذا ممكن دير مثلا القبض الدولي كما هشام عبود كما شوشان يوم عنده باسبور كما الاخرين عندهم باسبور جزائري ممكن دير قبض دولي تقدر تجيبه للالجيري لان عنده علاقه عنده جنسيه هذا اليوم هذا الخبيث هذا كي تنحيلو لا ناسيوناليتي راه في الفايده تاعو ما كاش اي قانون دولي تقدر تجبدو اليوم خلاص الفايده تاعو هو خبيث باع الماتش دونك نحيت له لا ناسيوناليتي ولا ما نحيتلوش كي تنحي له لا ناسيوناليتي يقول لك انا خلاص دونك انتوما اليوم مام هذوك الناس اللي كي حطيتو في انتربوليتو باش تجيبوهم للبلاد باش تشرعوهم في البلاد بانهم جزائريين خانوا البلاد ولا سرقوا اي حاجتو غدوه تنحي له لا ناسيوناليتي وهذاك الطلب هذاك مازالو في السيستم يضحكوا عليك
قلت هذا دومونديت عليه باللي جزائري لازم نجيبوه لان سا دوموند دو طون. اوكي كان بعض الوزارات الخارجيه تو والمينيستير تو يبطاو باش يجيب لك واحد. دونك السيستم باش يجوز هذا الانسان هذا هشام عبود باش يجيبوه لالجيري قرنو زماره. انت في نفس الوقت فوطي هذا القانون هذا غدوه تنحي له لا ناسيوناليتي. دونك راكم معنا باش علاه راكم تخلطوا الحاله. عندك بلوس دو شانس كي يكون واحد مازالو الجيريان باش تجبدو كو كي تنحيو لا ناسيوناليتي يكون راني ليبر ندير واش نبغي اليوم. صافي دير كضرك ضرك كي مازال اوي هذا لان تنحيلو الناسيوناليتي لسانو لي فيديو تاعو مازالو دايما فهم زيطود لا فامي تاعو عندها لي باسبور ايتو كي تنحيلو هو وتنحيلو لا فامي تاعو ثم يحس ولادو ولا مارتو ايتو يحسو باللي وصل البروبلام عندهم. بصح كي تنحيلوه هو على بال بلي امبوسيبل يدخل الجزائر. هو اليوم عنده باسبور او يفواياج افيك انوتر باسبور جامي خرج الباسبور الجزائري كي ماتلو. لازم الناس اللي راهم يعطيو استشارات لرئيس لازم يكونوا اذكياء لان ما تخرج هذا ممسي يعاون البلاد يجيب الخوانة ما تخرج هذا سميتو للقنوات للصحف ومن بعد كل واحد يهدر لان هذا هو المشكلة في الجزائري. كل واحد يفلسف كي يكون الماتش عندنا 40 مليون مختصين في الرياضة كي يكون الانتخابات والدستور عندنا 40 مليون مختصين في الدستور اي حاجة تصرى يكون عندنا 40 مليون خبير اقتصادي كي كان مشكل تاع لا سونتي عندنا 40 مليون مختص في الصحه. هذا هو المشكلة اليوم. انت يا خرج بالقانون هذا الناس راهي قاعده تهضر 40 مليون ما يهضروا عليه كل واحد يفسر هذا بالطريقه تاعو. مازال ما شفناش الكتيبه لانك كي تخرج نتايا تعطي المسوده باش الصحف تخرجها الناس تقراها ما تكونش هذه عرضة الناس راهي تفلسف. نقاز يقول هكذا النهار يقولوا هكذا كان في أناس ما يترعدوا. أنور مالك بايبكي يقول لك أنا لست معارض ولست هذه أنا فقط مخابر سياسي. دونك ممكن يجيب هذا الاشياء ممكن تجيب حاجه مليحه بصح الضرر اللي تجيب هو اكثر من المنفعه. سورتو يا زعماتي ما على باليش اسكو راك تتبع الامور اللي راهي برا. انت اليوم عطيت قنبله قلت لك قنبله ما على بالكش واش راك دير. دونك بتاتر جو في فير لا بوبليسيتي لهذه الاشياء هذه لان ما شفتش اي واحد راه يهضر على هذه الاشياء. استو على بالكم باللي لو 20 افريل 2021 يكونوا انتخابات على انفصال منطقه القبائل. استو واحد هضر باللي هناك انتخابات الناس راهي دير تسجيلات في كل العالم راهي دير تسجيلات باش يكون انفصال منطقه القبائل ابتداء من 20 افريل 2021. دونك الناس تنتخب لان علاه لان المشكله انا قلت لكم كاين اشياء راهي تحدث في العالم الناس راهي راقده. المشكل اليوم اللي حصل مع الصحراء الغربيه باللي المغرب بغاو يفوطيو الناس هادو لوطو ديتيرميناسيون باش يقعدو تحت الحكم الذاتي فقط ما يوليوش
انديبوندون. الناس تاع الصحراء الغربيه كيديروا انتخابات ولا ما يديروش اي انتخابات، الدوسي تاعهم السورة تريتي في الامم المتحده، لان المشكله تاع الجزائر للدوسي ما دخلش للامم المتحده. ميم سي قدم هو عارضه بصح لازم لي دو بيي يتفاهموا، يتفاهموا على لوتونومي ولا على لوتو ديتيرميناسيون اللي تدي لانديبوندونس. دونك هما الصحراء الغربيه والمغرب اتفقوا في الامم المتحده اول مره على الحكم الذاتي، صافي هما يديروا غوفرنورا تحت السلطه المغربيه، يكون رئيس محلي بصح يكون كلش مسير من السلطان. دونك كي شاف هكذا فرحت مهني راهي تافونسي الحاله على الصحراء الغربيه، هو بغى يفورسي لالجيري. لان اليوم لو فات كو المغرب قبل الحكم الذاتي للصحراء الغربيه، فرحت مهني هذا تاع الحكم الذاتي الى بروبوزي هذا في 2004. دونك حنايا الحكم الذاتي اون ديباسي هذاك لوتونومي باش يكون اقليم جهوي، يكون رئيس جهوي من بعد يكون رئيس سنترال. دونك هذا بما ان الجزائر ما قبلتش توافق على الحكم الذاتي، دونك نيكست ستيج يعني المرحله الثانيه الاخرى جات باش يدومونديو على لا بلاتفورم دو لوتو ديتيرميناسيون، الشعب هذا القبائل هذو يفوتيو. المشكله عندنا بزاف الناس اللي راهم في ليترونجي اللي حاملين جوازات سفر جزائريه. دونك نتايا اسكو الانتخاب هذا الناس اللي راهم برا هما اللي ينتخبوا ولا الناس اللي راهم داخل هما اللي ينتخبوا؟ نتايا اليوم بالقانون هذا مهما كان النومبر هذا تاع الناس عندهم بوكو شونس يتلاحموا مع الجزائر، يقول لك خلاص ما نجحش لوتو ديتيرميناسيون، انا عندي الباسبور الجزائري اخويا نروح لاكابيلي، اخويا نروح للازواد ولا نروح للشاويه ولا نروح للمزاب، عندنا اربعه هذوما يجريوا في العالم. اذا انت تروح تنحيلو لا ناسيوناليتي سافو دي كعطيت له لا شونس باش يولي بلاد كيما بغا، يقول كان خلاص ما عنديش انا كيف ندخل لا بارسيل هذه. الحل الواحد لازم نكري باسبور نجوز من الايروبور لايروبور هذيك هايلي، سافو ديك انت اللي عطيت له المفتاح، انت اللي عطيت له المفتاح. كان واحد الحاجه واحده اخرى انا قلت لكم الناس ما على بالهاش، يعني هناك موجه تاع الناس اللي خرجوا الى امريكا فرنسا ايتو باسم هذا الكريتيان. اوكي دونك واش داروا هادو؟ خرجوا مثلا ميم سي هما ما يصليوش، المهم يشد الفيزا يضربها لفرنسا ولا الامريكا، عمره ما صلى، ما يعرف لا بيبل، ما يعرف اي واحد، المهم خدا فيها فيزا ضربها ليترونجي لي جاب فيها حاله. لو بروبليم كي يوصل ليترونجي يدوموندي لوجو باسم الدين. دونك نتوما غلقتوا لي فان في الجيري، غلقتوا الكنائس في الجيري، دونك يقول انا ما عنديش الحق انا نصلي في بلادي، دونك شدها لفرنسا ولا الامريكا. هو يا حقيقة انت تروح تشد لا جوندارمي، ميم سي هادوك لي زيكليز هادوك ليست قانونية، لأن هناك قانون يحمي ليكليز في الجيري، دونك تبني ايكليز في الجيري محمية من وزارة الشؤون الدينية، ما عندناش وزارة الشؤون الإسلامية، عندنا وزارة الشؤون الدينية، بصح حنا الناس ما مشاتش بالقانون، يدير الدار تاعو دوزيطاج لاكاف يديرها الإيكليز.
يديروا كاع اجتماعات تمايتو، هذيك علاه غلقوهم وشمعوهم. دونك الناس راهي ساكنه تما ما تقدرش دير اكليس تما قانونيا. لو بروبليم شدو هذيك كاع هذوك لي زيكليز، سي با دي زيكليز، سي دي لوكو، هذوك غلقوهم شمعوهم لا جوندارمري، مي في وجه ليترونجي، في وجه الاناس واحد اخرين، هي تعدي على الاقليه هذه المسيحيه. دونك واش يقولوا يديو كاع الجيران هذه، اي واحد يدوموندي في ليترونجي باساس انه مسيحي جزائري يعطيو له اللجوء. لو بروبليم سكي يعطيو له اللجوء، من المستحيل يولي الى الجزائر باسمه الجزائري، من المستحيل يولي الى الجزائر بجواز سفر جزائري، غير منطقي، غير منطقي. دونك هاد الجماعه هادو، المجموعه هادو، الحل الوحيد باش يولي الى بلادو القبائل، لازم يكسر هذا المشروع هذا، لازم القبائل يوليو يتنحاو من الجيري. دونك نتايا الى اليوم هذا المشروع هذا عندهم 4000 واحد او يجري، تزيد له نتايا 3 ملايين موراه، لان الناس تجري ورا الباسبور، تجري ورا المنافع. الناس ولات كريتيا جامي صلات، المهم ياخذ دي بابي في فرنسا، نقعد معاه ممكن نعرف خيره المسيحية. علاه؟ هناك منافع، لي بابي ولا ريزيدونس ولا لعبيتو، علاه يولي لبلادك؟ هو مام سي ما يصليش ايتو، يستعمل هكذا ايتو. لو بروبليم هذوك الناس مقيودين. انا جبت لك اللجوء باسم المسيح، تعطي لي مثلا كل سمانه تقدم لي كوتيزاسيون، نعيط لك تجين باش نكونوا مثلا نوريو في لابلاس دو لا ريبوبليك بلي رانا بزاف مقيودين هذو مدى الحياه. ميم سي يقول لك هما شراو الحريه، هربوا من الجزائر راحوا الى بلد الحريه، بصح راهم مقيودين مدى الحياه، ونعرفهم ما عندوش اي كما نقولوا حريه في بلد الحريه. يقول له ارواح، يقول له كوتيزي، كنت تكون مع مرتك مع اولادك يعيطوا لك تروح، مقيد خلاص، لان عندهم دي زافوكا. بيان سور اليوم لي زافوكا هذو كما يخدموا على المخنثين، على المسيحيين، على لي دارواد لوم، على الاناس تاع اللغه، لان عندنا وزير العدل هو يقيد كلش في الجيري او يهرب الاناس، عن بالك يتهرب الاناس من الجيري، عن بالك خلاص راك مرتاح. المهم ما يجتمعوش في ديدوج موران، المهم كي يجوز الرئيس في اودا ولا يروح للمراديه ما كاش طلبه تما. هاي كيفاه نخمو حنايا؟ ما نخموش باللي الارهاب هذو اللي خرجنا الدرع في التسعينات، واحد رميناه الجنوب افريقيا، واحد رميناه الى الشرق الاوسط، رمينا الوف الى قطر، رمينا الى فرنسا، رميناهم هذوك الدرع، خرجناهم من الجزائر، نحيد لهم الوطنيه تاعهم خلاص، يولي في بلاد واحده اخرى. عندنا في افريقيا في هذوك الكحالش، وكاين اناس ساكنين تما تاع الفيس، هذوك عندهم واحد البوظ يقعد، لو كان ما على بالوش يقعد حتى مازال يوم يموت مي كرهك، لان حوزته من بلاده، ممكن غلط هو، ممكن غلطوه، ممكن. دونك على بالي والشرع في العشريه السوداء ما كان لا نعاودو هذا، مي راني نهضر لك على العواقب. انت باباه كريتو نتايا رميتو الى جنوب افريقيا، ولدو
ثم كيف كيف ضحايا الإرهاب هذوك اللي ماتوا والديهم هما خرجوا، اليوم راهم 30-40 سنة عندهم واحد الحقد أكثر من حركة، أكثر من البينوار اللي خرجنا. هذو سيدي جو عندهم نظرية تاع سلاح، الناس واحد زاد في الغابة، زاد في الغابة ومن بعد يديه باباه ويماه يهربوا إلى تركيا بعد سوريا بعد إلى بلدان معينة، ما يقدرش يقعد في الجزائري، بصح هو على باله وين زاد، زاد في الغابة. هذاك اللي زاد في الغابة اليوم راه في 29 سنة في عمره، واحد البوض اللي عنده على الجزائري اللي مرمدت باباه ومرمدته هو. يجي هذا الجاهل هذا تاع الزغماتي، نقول جاهل لان ما على بالوش واش راه يدير، ادي الناس للشجر خرجوهم، ادي الناس خرجوهم من هنا ماشي. اليوم وصل واحد الوقت اي خرج كلش، خرج كاع المساجين هذو ما عدا الناس اللي قتلوا، عاود عاود كلش عاود، لان راني كل سنة راني نخلقوا أناس ضد الدولة ضد الحكومة ضد النظام ضد الأناس بيناتهم. الواحد كيد نحيه ترميه في السجن دار ولا ما دارش، دونك دو بليز اوموا إلا دار حاجة خلص عليها نورمال، مي رانا طايحين على أناس بتاتر ما داروا والو. إيه الناس مثلا مازال ما عرفوش ام يجريو، لان هو كي يخرج من عنطر ولا يخرج من ثكنة ولا من لابوليس يقول له عذبوني نحاول حوايجي، هو هذا الاغتصاب عنده، لان جام يدخل مثلا جام يدخل الى ثكنة الشرطة هو باش تدخل ينحيوك عريان باش يشوفوا الحالة تاعك، هو هذا يقول له لا لا نحاول الحوايج اغتصبوني، هو عنده الاغتصاب لان الدين وسميتو الثقافه والحار ما عنده تو، كي نحيولو الحوايج مثلا يعطيولو مثلا قميص جديد ولا نقولو مثلا، لان لازم يجوز على طبيب لازم يشوفو كاع اسكو خبا حاجه في لي بارتي تاعو تو، هو يشوف هذا باللي اغتصاب. هو في كل المسائل السجون العالمية يديروا هكذا، ما تدي حتى حاجة معك للزنزانة. دونك يخرج هو يقول لهم اغتصبوني اللي زافو كي يجتمعوا الاغتصاب، الاغتصاب حاجة سامبل، واحد سامبل هكذا يديوه من أودا يطلعوه للكوميسارية يخلقوا له قصة جديدة. ومن بعد هذاك لو فات كون حيد له حوايجو وحوشتو قاعدتو، كيف انا راجل وتحوشني انا الدراد فتاعي منا يخرج من السجن اول مره يزيد يعاود لك يزيد يعاود لك، انا قلت لكم كيفاه رانا نربي ودي كريمينال جدد. دونك واحد خرج من مدرسة يولي سيدان كريمين الفيتور تاعه، لأن راه تستعمل فيه انت كي تتصدي عليه من بعد كي تدمرونا للفوركوم، كاين أشياء راه راك تربي فيه باش يولي أغريسيف. دونك وصل الأوان وين مسيو زغماتي يروح، لان هذا القوانين هذا سي با لو مومون، على بالي بلي هناك اناس راهم يضربوا في الجيري عندهم علاقات مع المخزن مع الصهيون مع مخابرات اجنبيه. زيتو كي يكون مازالو جزائري
اللي ممكن تدير الضغط على الحكومة البريطانية. دهينا كي يكون مازالوا جزائريين دير ضغوطات على الحكومة السويسرية. وانا قلت لكم اتصلت 10 مرات بأجهزة قوية، بس على بالهم كيف يهربوا، لو كان راني ثم ولا عندي لي موايا كيف نتصل ليتو، لان السفاره هنايا ما على بالهم واش يديروا، عيانين. دونك باش انت المجتمع المدني هو اللي يحمي بلادك بزاف، دونك تروح نتايا السلطات البريطانيه يقولك هذا عنده فريدم يهضر، بصح كي قاضيه واحد يشوفوا باللي مازالوا جزائري يقاضيه كجزائري، واش علاه انت تقعد في الكاميرا 24/24 وتخرض رفد السلاح ودير هذه ضرب هذه وخرج هذه المخابرات، وشنو البيت تاعك انت بريطاني، ما هو الهدف؟ دونك وليو تروح تنفيستي مخك والوقت باش تكري اشياء، لان بالقانون هذا انا قلت لكم وسيلة لتجنيد الأناس، على بالهم اليوم 3 مليون حركة هذو، لو كان يدخلوا معاه، لأن لو كان يروحوا قاعد يدخلوا معاه زيطوط ممكن ما يعطيهمش اللجوء هذا، لأن راهم في فرنسا وعندهم ناسيوناليتيتو ولا لاجئ ولا فات الأوان، وما مزي يروحوا معاه زيطوط ما يخسروا ما يربحوا والو فيها خلاص، لأن زيطوط يستعمل أناس اللي عاون من الجزائر يخرجهم، نعاونك من الجزائر يصدم صدم ثم لي فوتو لا بوليس المشاكل ايتو، جيب لي كاع المعلومات هذيك توصل بريطانيا ولا الى فرنسا نعاونك. دوك الناس اللي راهم في ليترونجي ما عندهمش ضغوطات يقول لك خدم ولا نحي لك اللجوء تاعك، مي بالقانون هذا الجديد هذا على بالو هذاك الحراق هذاك اللي يشوفه في طريق في فرنسا تنحيلو الناسيوناليتي تاعو يروح مع زيطوط مجند. اليوم زيطوط يكون احسن يجند واحد هكذا، لان اللي راهم يجندهم اليوم زيطوط بدراهم، انت عطيت له وسيله شابه يخدم بها باطل، عطيت له وسيله شابه يريكريتي دي جون تجنيد الاناس اللي ما عندهمش الحظ يكون عندهم باسبور في انجلترا ولا في فرنسا، بهذه الوسيله هذه يتلاح مع زيطوط يخرج في التلفازه يخرج في لي فيديو انت تنحي له الناسيوناليتي تاعو، غدوه من ذاك يجيب له ناسيوناليتي في ليترونجي. هذاك امير ديزاد اليوم ما قبلوش في فرنسا، ما قدرش يدخل لانجلترا، الدوسي تاعو مرفوض في ألمانيا، عندك بلوس دو شانس تجيبوه على اساس انه جزائري كتنحيلو لا ناسيوناليتي تاعو. كاع الناس اللي رفضوا قضايا في الجزائر عليه، هذوك الناس اللي سرقوهم التليفونات وراهم تصاور، وحده مسكينه عندها تليفون دارت لي فوتو كاع لروحها، كي سرقوا لها التليفون هذاك هذيك لا 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 المرشحة هذيك، التليفون هذاك وصل لأمير ديزاد، أمير ديزاد دار الابتزاز. هي كي دارت مثلا اليوم دارت قضايا، رفعت قضايا في لاجستيس، أي وحدة غدوة تنحيلو لا ناسيوناليتي تاعو هذوك القضايا كاع راحوا، هذوك القضايا كاع راحوا، ما يقدرش يدخل البلاد خلاص، ما تقدرش تجيبو نتايا لي سات موند دار هذاك الا كان حقيقه خلاص راحوا. هل اليوم عندك مثلا بغيت تجيب هذاك تاع سوناطا راك، بغيت تجيب هذاك الجنرال سميتو انا نسيت كاع الاسماء، واحد ها بن وتقدور القدور مثلا او يخدم على بالي بلي باين بلي او يخدم مع عبدو سمار او يعطيه لي زانفورماسيون، لان عبدو سمار تاع على
صونا تراك الانابيب الغاز تو اشياء متصله بصونا تراك. دونك تنحيلو العبد السمر يقعد ثم وعنده الوجوه ديجا، تنحيلو الولد قدو خلاص راح لك بالملاير تاعو ما يوليش، تنحيلو الجنرال هذاك سميتو تاع لا جوندارماري ولا لا بالقصير واقيلا ما على باليش النو تاعهم نسيت ما يوليش خلاص. هذا وهذا مثلا هذا اللي راه يبغى يبكي اليوم انوار مالك تنحيلو خلاص. دونك هذوك اللي تات مثلا بصح انت يشوف الضرر الناس اللي ممكن يستعملوا هذا القانون هذا. ايوي دونك لان غدوة اليوم انا عندي 7 ولا 10 ولا 20 واحدة ودرت لا ليست كاع تاع الناس هذو اللي راهم يخرجوا من ترونجي، مي غدوة كي يكون تحفيز باللي يكون ناسيوناليتي جديدة على الناس الملايين اللي ضربوا في لالجيري ما تقدرش ميم با تحبسهم. اليوم راهم خامدين عندهم لاكاد ريزيدونس شويه شويه ممكن يجي البلاد يولي منا هذه. ايه هو يشوف كي تكون عنده ناسيوناليتي عنده بزاف لي شونس يعيش طري بيان تو ميم سي ما يجيش لبلادك لان لازم له فيزا. هو يخمم يقول لك راني ميزانيه هاي نطبعها بباسبور جديد لان اعطت له لا شونس. هذوك الارهاب مثلا اللي حكموهم في افغانستان حكموهم في البانيا حكموهم في كوسوفو ايتو هما جزائريين القاعده ماشي القاعده 90 هذا راهم مع الارهاب ايتو. هذوك دخلوا للسجن مثلا دخلوا للسجن ولا حتى لغوانتانامو اوكي يا سميتك يا زغماتي هذوك الاناس الارهابيين وقتلوا وحكموهم في افغانستان والعراق وكوسوفو كاع المناطق هذو الالوف والالوف لا ماجوريتي واللي تلقولو اللي مات اللي ولا بس هذوك اللي راحوا لغوانتانامو من بعد مرور سنين انت باسكو دومونداو للسفاره وزاره الامن القومي في امريكا دوموندات للسفاره الجزائريه باش يقدموا لهم جوازات سفر ولاو الى الجزائر. دونك كاع واش درت نتايا نحيت لهم لا ناسيوناليتي ولا ما ولاوش ما جزائريين راحت لهم لا ناسيوناليتي ما عندهمش باسبور ايتو في اخر المطاف جبتهم لالجيري ياك ارهابيين قتلوا ايتو دونك ولا الوقت وين من غوانتانامو راحوا الى الجزائر وانا على بالي لان شفت هذوك كاع لي دوموند من وزاره الامن القومي الى السفاره الجزائريه والسفاره الجزائريه راهي تقدم دي دوكيمون دو فواياج ما تعطيلوش باسبور ديالك تعطيلو ان دوكيمون دو فواياج ايتو باش للارهابي هذاك يروح للسجن الجزائري. دونك كاع واش درت نتايا ارهاب نورمالمون خلي باباه يموت في غوانتانامو بصح اخر المطاف جبتو للجزائر ومن بعد درت له ورقه من لومباساد ايتو ترافل دوكيمنت كي وصل الصحيح. دونك تجيبو نتايا ارهابي دونك لو كان مثلا لانه هو قعد شحال من سنه لو كان نتايا لان هناك اناس في السجن في العراق وناس في افغانستان وناس في باكستان وناس في كوسوفو وناس في غوانتانامو لو كان عندنا سيستم تواصل وعلى بالنا كاع وسميتو هذوك الاناس ممكن يوليو على بالنا بلي ارهابيين اليوم بصح غدوا يوليو منبع المعلومات
منين خرجتو وين خرجتو وين درتو ايتو، اوليو نخليك في غوانتانامو تتعذب نجيبك او عندك العائله تاعك تشوفك هنايا. وعلى بالي كان واحد اتصل بيا بصح انا ما نقدر ندير له والو. اوكي، فقط معلومات. المشكله سيكو هذوك الاناس يوليو صندوق المعلومات على الارهاب، نجيبوهم كاع. لو فات كو مازال عندك اتصال معاه كجزائري يولي لبلادك في السجنيتو، اخويا نايا ندير لك المستحيل باش يجيو للعائله تاعك يزوروك، نعطيوك نوفر لك واش نقدر نوفر لك، بصح لازم تخدم تعطيني نعصرك. دونك يقول لك على افغانستان على العراق على باكستان على كشمير على كوسوفو على هذا اللي تريناو في السودان اللي تريناو في السعوديه بارتو بارتو. دونك يكون عندك ان باز دوني على هذوك الناس. مي لو فات كو ترحيلو تقول له هذاك ارهابي راح لسوريا خلاص يقطع ما يوليش عندي انايا. دونك سوريا ولا تركيا لو بروبليم سي كو هو ميم سي ارهابي يكون واحد اليوم هكذا توليه هذيك تاع البلاد توليه لقلبو. ميم سي ارهابي راح في سوريا ترينايتو تما يقتليتو، مي واحد لا نوستالجي هذيك تاع البلاد توليه مره. دونك نتايا مثلا ما قبلتوش يولي البلاد لان على بالك بلي ارهابي، معليش. تركيا تقول كان نديه هذاك نديه نعطي له اللجوء اخوي. واش تقول له؟ تقول له يعني نحطك هنايا كيما هذاك بودرع، تقول له قعد هنايا كي نسحقك نعيط لك. تقول له يعني نبعث لك مع مجموعة هكذا 2000 دولار الشهر تروحوا للجزائر لي فرونتيير المشاكل ايتو يروح، لانه هو رد الجميل. وثانيا لو عنده واحد البوف باش يدخل بلاده دونك يجي مره، لان لحيت له الباسبور هذاك على باله بلي غلقت له الابواب ما يوليش لبلاده، بصح هو يولي يدخل لك لو كان يدخل لك من الثغره هكذا. دونك يا سي زغماتي حان الاوان رفد باليستك، ما تعرفش القانون في نارمو، راك دير اشياء ما راكش تتصور على 50 سنة. لان لو كان الناس تاع 90 تخمو باللي ولادهم يوليو بلا انترنت يوليو يرميونا هكذا 400 ويب سايت ايتو يخدموا فيهم، لان هو عنده البغض يخدم باطل. شرت باباه، ميم سي باباه ارهابي نورمالمون هو اللي يخلص باباه، مي لو فات كو شرت معاه طفل هذاك صغير ولا اليوم 25 سنة مدى الحياة مدى الحياة. دونك واحد نحيت له، تقول مثلا هو نحيت له البرلمان تاعو من بعد هجرتو، ولادو زادو في الغابة من بعد هجرتهم، واحد مثلا مسيحي رحت هجرتو ما يقدرش يصلي في البلاد، واحد مثلا ناوي يجري على الهوية وبغى لا ليبرتي في المنطقة تاعو الدرابو تاعو هجرتو. وزيد لو كان نحسب لك شحال من الناس اللي هجرت عم بالك يخرجوا من البلاد يعطيوك لهنا، هما ثم اللي لقاو وين يرميوك بسلاح. ايماجين 10 تاع لي جروب يروحوا كاع الى مكتب الامم المتحده يقول لك علاه جيت نتايا؟ انا كنت نصلي مسيحي في الجزائر خرجوني وقعد هنا. يديروا له بروميير رابور نتاع علاه انا تاع الهويه وانت علاه انا تاع سميتو الشيعة وانت علاه انا تاع سميتو الفيس وانت علاه. كل واحد عنده علاه هجروه. دونك يشوفوا
يقول لك هذا تاع الامم المتحده كاع قام يقولوا النظام الجيش النظام الجيش النظام الجيش. دونك غدوا الدوسي تاعهم معمر، يقول لك ماشي واحد، هادو كانوا في الجيش ام يضربوا فيك اليوم، يقول لك هجرتهم خرجوا داروا السجن نيتو. تيكروا باللي كاع هذوك المعلومات اللي في الخارج ما يجمعوهمش، يوليو يجمعوهم ضد انسان واحد. شكون اللي ينطر؟ المؤسسه، لان هذوك الناس اللي راهم يديروا الغلطات يتبدلوا. اليوم هذا نخدم مع قايد شارع يكره هذا القبائل، يحاوزهم يدخلهم السجن، منا الدرابو الامازيغيه منا منا، يجي واحد اخر يقول لك هذو تاع الباديسيه دخل يماهم السجن منا منا، يجي واحد اخر. دائما هناك واحد او عنده فئه معينه يطيح عليها، دائما كاين البيزنس، لي كليون دائما موجودين، لان كل واحد اللي يروح الله تات لا فونجونس او عنده ديجا لا ليست شكون يدخل السجن جوسكو بو كيما قال زغمادي. سي سا لو بروبليم، سي كو امبوسيبل هذه نظريات الثار تحبس. واحد اليوم خلاص مات، بصح وليدو عنده شركات في قطر، عنده تلفزيون، اصدم انا يا بابا عنده لوبجيكتيف يدير حاجه ما دارهاش، انا نعاون. واحد اخر واحد اخر واحد اخر، دوك اليوم رانا نغذيو في الكراهيه، زيد 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 زيد، حتى وين يوصل النص تاع البلاد تخرجهم. زعماتي هذا ما يخممش لافونير، ممسي هذا القانون هذا يطيح لي رؤوس الافاعي، ما اسكو يخدم البلاد ولا ما يخدمش البلاد. تهلاو في رواحتكم، الله يجيب الخير هذا ما كان. دونك لو بروبليم سي كو الناس ما يكسروش رسانهم، يروح يشوف واش كاين داخل القانون هذا. هنايا هنايا قبل ما ينتخب واحد على قانونيته، تروح للويب سايت تاع السيناتور تاعك ولا لو ريبريزونتور تاعك، لان كاين بزاف لي ريبريزونتور، حتى وين توصل للديستريكت. الديستريكت يعني كما نقولوا المنطقة هذه الصغيرة تاعك، كل واحد عنده ويب سايت تاعه، ممكن يكونوا في منطقة واحدة، ممكن إلا في البارتي واحد نتو. كي يكون قانون هكذا جديد يطرحوه للعالم، يسألوك عليه أشنو تقبل أشنو ما تقبلش، وشنو أعطينا شوية النظرية تاعك. الناس هنايا عندها لا بارتيسيباسيون، لان غدوه هذاك السيناتور اللي كان يقبل بيان سور كاين دي لوا، وي بيان سور لوبي يعطيك دراهم ولا يخلص لك لا كومباني الكتورال ولا تفوت عليه، بصح كي يوصل على حاجه قانون يمس لانديفيديو، لان هذا شيء للمستقبل اللي رانا نخمو عليه. ثم اسال الناس بعد انت تقرا تشوف. نعطي النظريه تاعي يعني. هنا في بلادنا بينادهم لي ديبوتي والله جامي قرا يا فد يدو، ما فهمش فيها اي حاجه، ما يشوفش قبل ما يديروا هذا زغماتي، يحطوا مثلا في مركز الدراسات هذا العليا ولا المركز الاعلى القومي سميتو هذاك المجلس الأعلى هذاك الأمن القومي، قبل ما يدير قانون يحطو ثم يقول لهم شوفوا هذا القانون هذا أسكو يضر بالوحدة الوطنية. هو قاعد القانون هذا قاعد يقسم لك البلاد رابيد، ما على بالوش هذه. تهلاو في رواحتكم،
الله يجيب الخير.